السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات بتعلن فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم فعلى بعدة مجالات مختلفة. دي الصفحة الرسمية الخاصة بالشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات. إذا كانت الصفحة باللغة الإنجليزية اضغط كليك يمين، انزل في الأسفل ترجمة إلى اللغة العربية، هتتحول إلى اللغة العربية. بتعلن الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات عبر موقعها الرسمي عن فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى للعمل بمختلف التخصصات الإدارية، الهندسية، الفنية وغيرها. المسميات الوظيفية: أخصائي ميكانيكا الطائرات، موظف إدخال بيانات، فني معدات أرضية، فني هيكلة الطائرات، مهندس أنظمة الوسائط المتعددة، فني جرافيك، كهربائي سيارات، مسؤول منتجات، أخصائي المناهج، مشغل كهرباء، أخصائي تحليل صيانة الطائرات، فني تصوير، فني طباعة، مسؤول إسعافات أولية، مسؤول إدخال البيانات الفنية، أخصائي الشحن، فني مكتبة، أخصائي ترجمة، معلم لغة إنجليزية، أخصائي توريد. التخصصات المتاحة: ميكانيكا الطائرات، المعدات الأرضية، صيانة هياكل ومحركات الطائرات، هندسة الحاسب الآلي، علوم الحاسب الآلي، هندسة الإنشاءات، الهندسة الكهربائية، الإعلام، المناهج الدراسية، الصيانة العامة للطائرات، إسعاف وطوارئ، تكنولوجيا المعلومات، الشحن البري، الترجمة، اللغة الإنجليزية، إدارة التوريدات. طبعا دي الصفحة الخاصة للتسجيل، وهذه الوظائف ممكن تتنقل بين الوظائف بالضغط على الصفحة الثانية وتبدأ في التسجيل في هذه الوظائف المتاحة بما يتناسب مع خبرتك. لو مثلا أردت التسجيل في هذه الوظيفة تقوم بالضغط عليها وتبدأ في التسجيل. بتطلع على مسمى الوظيفة والمهارات المطلوبة ثم قدم الآن هنا في الأسفل أو في الأعلى هنا. تقوم بكتابة البريد الإلكتروني، الرقم السري، إذا نسيت الرقم السري اضغط نسيت كلمة المرور. إذا كان لديك حساب هنا على موقع الشركة، ما فيش حساب، ما عندكش حساب، انشئ حساب جديد، اضغط على انشاء حساب. هتفتح لك الصفحة الخاصة بإنشاء حساب. هنا تحمل السيرة الذاتية، الاسم الأول، اسم العائلة، العنوان، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تاريخ الميلاد، كيف سمعت عن الموقع، بتختارها من هنا، ثم الموافقة على الشروط وإنشاء حساب. بعد ما تنشئ حساب تبدأ تسجل دخول وتسجل على الوظائف المتاحة. التقديم متاح من يوم الثلاثاء بتاريخ 10/1/1446، الموافق بالميلاد 16/7/2024، واستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالأعداد المطلوبة. أتمنى للجميع التوفيق.